طبعا ما خلصت الحواجب، ومثل ما انتم شايفين ما حاطه فونديشن. اول شيء راح اسويه باخذ فرشه دمج، هذه من بوتيليوم رقمها 677. حستعمل باليت هدى بيوتي، باخذ اللون اللي هني. حصور لكم الباليت نهايه التوتوريال. اشيل الزايد، اغمض، راح يكون لوني الانتقالي. شوفوا من وين راح احطه، راح احطه من كسره العين وارفعه شوي شوي على فوق. زين، كل شوي يزيد. سوي شيء اليوم شي شوية inspired من ميك اب الأجانب ب 2007 2006، وشوية شي في تاتش من حنان نجادة، شوية في تاتش مني يعني. من نفس الباليت راح اخذ اللون اللي اسمه رو، شوية زايد، وراح احطه تحت تحت اللون الانتقالي على طول. فاذا انا ابي يكون هني بداية العين، ابي يكون خفيف، نهاية العين ابي يكون اقوى. فنهاية العين نركز هاللون شوية زيادة. للحين قاعد نستعمل نفس الفرشة. الحين فقرة الجلد، اوكي؟ راح استعمل فرشة سمج، اوكي؟ هذه مريل تكنيك رقمها، اوكي، 752، اي 752، وهذه مريل تكنيك، يعني اصغر فرشة دمج وبوينتد وايد، لان انا ابي اركز دمج اللون هني. راح تستعملين شادو اسود، اي شادو اسود انتي تحبينه تاخذين، وانتي بطلع عينج. شوفوا وين راس الفرشة، راس الفرشة هني كذي. شنو جبت ترسمين مثلث هالصوب، اوكي، وتدمجينه بهالفرشة، تدمجينه بمكانه، لا تخبين المثلث، بس خففي اللون وخففيه على داخل مو على برا. نرد مرة ثانية نعيد، وهالمرة نسكر المثلث هنا. حطي اللون بكميات وايد خفيفة، أسود حيل حيل خفيف، حطي شوي شوي زيدي. كل ما تحطين دمجي، بعدين ردي حطي، بعدين ردي دمجي كذي لين الله يهديك يعني. شوفوا شلون قاعدة أدمج، قاعدة أحط الفرشة وأسحب لداخل، أحط الفرشة وأسحب لداخل بسرعة، مو قاعدة أروح وأرد. هذه المرحلة اللي أنا أبي أوصل لها، أوكي؟ شوفوا شلون. الحين أبلش أغمج كل الألوان. الحين هذه الفرشة نظفتها كثر ما أقدر، راح أخذ اللون هذا اسمه تيز، وهو اللون اليم الوردي اللي استعملناه على طول. شنو راح أسوي؟ شفتوا هني حدود الأسود مع الوردي مو وايد مرتبة، راح أحط هذا اللون عشان أعطي درجة بالنص بين الأسود والوردي، وأمدها شوية لهني، أمد البنفسجي. أوكي الحين كافي، حطينا وايد من اللون. إحنا نمسح كل اللي بالفرشة بإيدنا زين، وندمج على نظافة. ما احب الحدود، انا فيني طبع كلش ما احب شيء انه يكون في خطوط بالميك اب، وايد ادمج وايد.
الفتحة الأسود هني، هي الحين بالفرشة وايد ضعيفة. هذه من بوديريوم رقمها 760، هذه وايد مهمة الفرشة، وايد حلوة وايد ضعيفة. زين أبلش أرسمها كأن آي لاينر، راح أسحبها من هني وما راح أوصله هني لأن هني أوريدي في شادو أسود مع الرموش، خلاص تمام. فبس هالمنطقة عندي عشان أسحب العين. اوكي سو ادري اني طولت بس سناب عليك، مو قاعد انزل سنابات. الحين شنو بحط كحل هني بحيث انا اخلي هذا الخط يعني شي متساوي. انا اشوف انا هذا هني داش بعدين هني طالع، بس اني اخليه متساوي. الاسود هني راح يكون وكحل اسود داخل العين بس بزاوية خارجية. بعدين الفرشة اللي كان فيها شادو اسود ادمج فيها الكحل الاسود. اوكي بس مره واحده يثبت. اذا حسيت انه ما ثبت عدل حطي نتفة شادو اسود على الفرشه وثبتي عشان بعد شوي لا يتحرك معانا ويصير شكله خايس. الحين هني بحط كونسيلر وايد فاتح عشان ابي هالمنطقة تكون بارزة. شيل زايد بيدي بعدين ابلش ادمجه. لا تقربين اصوب الاسود هني وايد عشان لا يصير رمادي، بس هني ليش نقيت هالفرشة وايد كبيرة. اوكي انت نقي فرشة اصغر. اوكي الحين باخذ فرشة سماج تكون منتفشة، بستعمل اللون الفاتح اللي حطيناه هذا وبدمج معاه هذا وبحطه على الكونسيلر عشان اثبت الكونسيلر بلون وردي. يعني انتبهوا ان هذه خطوط الكونسيلر ضعيفة تكون هم متروسة عشان لا تبين عينك، يعني سوري كأنها مغمضة. عرفتي يعني شنو قاعد اسولف معاك كذي؟ عرفتي انا ما عرفته وعرفتي. والأسود مبين رمادي لأنه وايد مفتح الليت وايد، درجة أن عيوني قاعدة تدمع. بما أنكم تدرون أنا ما أحب الحدود، فراح نرجع حق اللون البنفسجي اللي موجود بنفس فرشة السمج وراح أدمج حدود الوردي والأسود بالبنفسجي. راح أجيبه لهني، راح ندمجه خفيف. لما نشيل كل حدود الأسود كل حدود الوردي كل حدود البنفسجي. الحين بعد هذا يبي له تعديل شوية، بس أنا قاعد أوريكم النتيجة فراح أدمج وأرجع لكم. الحين بستعمل إضاءة، هذا كونسيلر، إضاءة بيضة تحت الحاجب، بيضة هي بيضة. تشوفوا بس اللوك النهائي ما عليكم الحين شي شكله. حاطة الإضاءة بفرشة دمج، هذه إضاءة من أوفرا. أوكي هاي مع الفيكس بلس راح يصير شكله هني شي فوق كنا مي. وزايد الفرشة اللي حاطة فيها الإضاءة شي طق طقة خفيفة هني.
الحين شنو؟ برش فيكس بلس، بحط فونديشن، بنظف الشادو الأسود، وبرجع لكم نكمل. اوكي.